هذا الشارع الرئيسي حق مدينة فيرة، وين أغلب الناس يجون هذه المنطقة عند أتلانتس هوتيل. الآن حوريكم قديش الواحد ياخذ الوقت وقديش درجة لين ما يوصل لحد الفندق. خليكم معي. البلد جدا جميلة صراحة، لكن الشيء المتعب اللي فيها موضوع الدرج الكثير في كل مكان. شوف هذا البحر وهذه السفن. الآن كل السفن هذه بتنزل الناس اللي فيها عشان يبدأوا يومهم في سانتوريني. كثير من الناس ما يسكن في هذه المدينة، بيجوا عن طريق الكروز، فذكر يجوا على الصباح وبيرجعوا يمشوا على المغرب كده، يروحوا على مدينة ثانية. نرجع لموضوعنا، موضوع الدرج. تخيل في اليوم 3-4 مرات تطلع وتنزل هنا. بغض النظر الفندق ممتاز صراحة، بس الدرج متعب. في وقت من الأوقات أقول خيرة الواحد يحرق اللي قاعد ياكله. درج أزقة صراحة تجربة جدا رائعة، وحلو ان الواحد يعيش في مكان زي هذا. مفاجأة حوريكم هي كمان هنا غير مصرح يعني عنها، شوفوها انتوا واحكموا. شوفوا هذا المنظر الحلو، هذاك الجبل اللي في خلف اسمه جبل كالديرا، وهذه كروز، وهذه كروز ثانية، وهذيك ثالثة، وهذا الميناء تحت. شوفوا من هنا يطلعوا الناس ويجيبوهم. شوفوا في تلفريك، هذا التلفريك، ممكن يطلع عن طريق الدرج 600 ستيب فيها او 600 درجة. طيب خليكم للمفاجأة اللي هنا. يلا شوف اعزكم الله، هذا خرع حمير. هنا الحمير واحدة من وسائل المواصلات عشان الدرجان هذه، بيشيلوا عليها العفش، بيركبوا عليها الناس. طبعا هي ما هي كثير، هي قليل بس موجودة. بابهم الصغيرة هذه الجميلة. أنا الآن لي 1.5 دقيقة قاعد أمشي في الدرجان. هنا هذا فندقنا، وهذا فندق جنبنا اسمه أثينا لوكسري سويت، وهذا بورتو فييرا سويت. الفندق هذا عبارة عن 5 طوابق. أنا ساكن جنب الريسبشن على طول، يعني الحمد لله ما تعبان من 5 مستويات. خليكم 5 مستويات تقريبا. كيف كاهو، شوف هذه 5 مستويات إلين تحت هناك. إلين هنا في المسبح، حوض السباحة، وهذا كله نزول. صراحة منظر السفن عنيف، هذا الصباح نفسي يزمر واحدة كده. نرجع لغرفتنا اللي هي في نفس طابق الاستقبال، وهذا الجميل وممتع في الموضوع. وأشكر الأخ في طابق الاستقبال إنه ضبط لنا هذه الغرفة. اوه هذا فطور قد وصل كمان. يا سلام سلم.